السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا فيكم أصدقائنا الأعزاء في الجزء الثاني من الوحدة الأولى. إن شاء الله تعالى رح نحاول أنه ننهيها، رح نفوت على موضوعنا مباشرة. جهزوا مشروبكم وخليكم معنا. في عنا تنم لماذا تعريف إتمة، يعني التعريف أو اللي هو بمعنى المفهوم، يعني توضيح مفهوم معين. تنم لماذا يا تنم يا ما بير varlığın nesnenin kelimenin kavramının ne olduğunu anlatma، يعني عمله معناها بمعنى شرح الكلمة معينة وتوضيحها. açıklama izah etme işidir. Özdemir'e göre bir düşünceyi، هذا احد المصادر، يعني بحكي لنا في احد المصادر انه bir düşünceyi muhataba aktarmanın doğrudan bir yolu varlık veya nesneyi niteliklerine göre belirtmektir. يعني ان نحاول من احدى الطرق اللي بتوصل المعلومة او بتشرح الاشي اللي حوالينا هي توضيح ماهية هذا الاشي او خصائصه. طبعا عن طريق توضيح الخصائص تتوضح لنا ماهية الاشي اللي بدنا نشرحه. daha çok nedir sorusuna cevap verir. خلينا حتى نعين كلمة nedir هنا، لأن السؤال المهم في الفقرة هاي تبعت التنمية أو التعريف إتمة هي سؤال تبع ندر، يعني إيش هو هذا الإشي اللي راح نوضحه. خلينا هون نحط تحتيها خط ندر سورسنا جواب بيرج، يعني الإشي اللي إحنا منوضحه بيعطي جواب لسؤال ندر، ما معنى هذا الإشي أو ما هيته. متن ده işlenen konuya bilgiye veya düşünceye bağlı olarak ihtiyaç duyulan kavram nesne ve ise unsurlara getirilen tanımlar paragrafın anlatımını açık ve kolay anlaşılır hale getirir. Tanımlama cümlelerinde fiiller genellikle geniş zamanla çekimlenir. Yani hundallah şihdinle an şüveyet khasais mutalqa bil tanım av tarif. Min ihda hay khasais enne bikun fi cümel fi'liye منتهية باللي هو الزمن الحاضر، يعني geniş zaman. اسم cümlelerinde ise dir ekiyle çekimlenir، يعني بيكون فيها أكتر dir اللي هي bildirme eki أو لما حدا بدنا نعرف له إشي معين فإحنا حنستخدم أكيد dir، مثلا gerekmektedir yapmaktadır، زي هاي هي فكرة من الرابطة أو اللي هي dir الموجود عندنا هون اللي هي bildirme kuvvetlendirme ifadeleri ترجح edilir بالآخر. لازم يكون في عنا تعريف وتقوية للمعنى اللي احنا بدنا نوصله. en küçük gramer birliklerinden en büyük birlik olan cümleye kadar dili meydana getiren bütün şekillerin bünyesinde ses adını verdiğimiz en küçük ve en basit dil unsurları bulunur. Bu unsurlar bazen tek başlarına çok defa yan yana gelerek canlı cansız varlıkları, mefhumları ve durumları karşılayan kelime dediğimiz dil birliklerini, dil unsurlarını, dil şekillerini meydana getirirler. Kelime manalı veya vazifeli ses veya sesler topluluğudur. Yani هون أيضا في إحدى المصادر، المصدر هذا هو الشخص العامل هاي الدراسة هو أرجن. أرجن بحكي لنا إنه هون أي إشي إحنا بدنا نعرفه فلازم بالتالي إنه نستخدم مجموعة من الأصوات. هاي الأصوات هتشكل عنا الكلمات وبالتالي رح تشكل عنا بالآخر التعريف اللي بدنا نوصله. بنفس الوقت بحكي لنا هون örnekte de görüldüğü gibi ele alınan konunun anahtar kavramı kavramları genellikle tanımlarla açığa kavuşturulur. Böylece okur metnin konusunu daha iyi kavraması sağlanmaya çalışılır. Nesnel ve öznel olmak üzere iki tür tanımlamadan bahsedilir. Yani hani بحكي لنا عن انواع التعريف. ممكن يكون تعريف عن طريق تعريف النسنة، نسنة اللي هي الإشي المفعول به يعني، أو الأزمة تعريف الفاعل اللي بيقوم بالإشي هذا. فبالتالي هيك بيكون عندنا في نوعين، نسنال أزنال، يعني يا إما بيكون مفعول به أو اللي هو يعني الأوبجكت، أو بيكون السبجكت اللي هو الفاعل زي ما نعرف. بعد هون بحكي لنا كمان أيضا نسنال تنملما بير كبرمن هاكس için aynı olan ve gerçek özelliklerinin ortaya konması anlamına gelirken öznel tanımlama bireyden bireye farklılık gösteren göreceli tanımlamalar için kullanılmaktadır. Yani tarif istihdam fi او yani bi mahiyet mef'ul bihi بيكون يعني زي ما نقول عام اكثر وبنفس الوقت ثابت، بيكون في له خصائص حقيقيه وثابته
وما تختلف بتضلها يعني نفسها في كل التعريفات المختلفة حسب حتى باختلاف التعريف، ولكن بتضل تحمل نفس الخصائص. بينما الأذنب بتنم نما بتكون تختلف من شخص إلى آخر أكيد، وبتختلف حسب الفاعل أيضا. هلأ رح ننتقل للجزء الأخير أيضا من تعريف، بحكي لنا تعريفة نبتان النما جبي زال الفرسات تبير إيش النصب يأكل جانا بير فيلن بير حركة النصب إجراء دلجانا بير إشيان النصب كلان لجانا ويا تاكيب إدلجك يولون أشامالارını أنلطما أماليyesini تعريف denir. يعني إيش معنى كلمة تعريف؟ إنه نوضح إيش الإشي اللي إحنا بدنا إياه، أو إيش الإشي اللي بدنا نعمله، أو إيش الفعل هذا كيف بينعمل، كيف بيتم التصرف كذا يعني بهاي الطريقة، أو حتى مثلا هذا الإشي كيف بيتم استخدامه. يعني بهاي الطريقة بيكون في عنا عملية للتعريف. إذا إحنا هاي الأشياء اللي مثلا ممكن نستخدمها في حياتنا اليومية بدون ما ننتبه، وهي اسمها بالفعل تعريف أو تنملما زي ما إحنا شايفين. Bununla birlikte tanımlama ve tarif etmenin yazıdaki yeri diğer düşünceyi geliştirme yollarına nazaran sınırlıdır. Taban, bu بالنسبة لبقية المفردات هلا رح نتعرف عليها اللي هي düşünce geliştirme yolları زي ما حكينا اللي بتطور عنا طرق التفكير برضه بضل مش محدود. الآن رح ننتقل لطريقة تانية وهي örnek verme يعني إعطاء مثال. Örnek verme işlenen konunun geliştirilen bir bilginin veya ortaya atılan bir fikrin ileri sürülen bir iddianın benzer veya zıt örneklerle daha kolay anlaşılması, somut olarak ortaya çıkması, kolay anlaşılabilmesi veya desteklenmesi amacıyla paragraf oluşturmada başvurulan düşünceyi geliştirme yollarındandır. Yani هو من إحدى الطرق اللي بيتم استخدامها لحتى يوضح لنا المعنى اللي بدنا نوصله بطريقة مثلا طبعا طريقة إثبات. يعني إحنا طالما عرفنا الإشي أوكي بعد التعريف هيجي عنا إيش استخدام إحدى هاي الوسائل اللي بتقوي عنا التفكير أو الفكرة الموجودة عنا بتقويها وبتعطيها دعم. بس لك لأن مثلا ما جيلا باراجراف ولوشتما ده باشفور لك دشنجي جيشتما يولارندن در. نركز طبعا أكيد على هاي نقطة مهمة إنه هاي أيضا إحدى موضوعات اللي عم ندرسها حاليا اللي هي طرق تطوير الفكرة أو تقويتها ودعمها. Örnek vermenin düşünceye anlaşılırlık niteliği kazandırdığını ifade etmektedir. Örnek verilirken konunun bağlamına uygunluğuna, konuyla uyumlu olmasına ve amaçlanan destekleme ve kolaylığıyla dönük olmasına dikkat edilmelidir. Örnekleme cümlelerinde mesela örnek olarak söz gelimi, söz gelişi, farza gibi kelime ve söz öbeklerine yer verilmelidir. Metne somut görünürlük katarak söylemek istenilen, okurun zihnine yer etmesini sağlayan örnek verme, okurdakini durumda sayfalarca ifade edilenlerden daha etkili bir iz bırakmaktadır. Mulahhas hona al-haki bihkinna an إيش ممكن الكلمات اللي نستخدمها أثناء إعطاء المثال. مثلا ممكن نحكي söz gelimi, söz gelişi يعني بمعنى زي لما نقول كمثال هون مثلا كلمة مثلا أصلا أقرب إشي هي أكثر إشي مستخدم. örnek olarak كمثال يعني نفس الإشي بقية الكلمات على نفس السياق. وبنفس الوقت بحكي لنا هنا هذا الفكرة من إعطاء مثال إنها بتعطي للنص صمت görünürlük. صمت görünürlük يعني إنه يكون شوية واقع أكثر أو ملموس هاي بهذا المعنى. Söylemek istenilen okurun zihnine yer etmesini sağlayan örnek verme yani بحاول إنه حتى يقعد الفكرة بعقل القارئ. إذا هذا هو الهدف من إعطاء مثال. الآن رح ننتقل لإحدى الطرق أيضا اللي نستخدمها لدعم الفكرة الموجودة في النص وهي كاشراشترما أو المقارنة. Metinde işlenen konu hakkında uygun işleşmeler üzerinden karşılaştırmalar yapma da düşünceyi geliştirme yollarından biridir. Bardohi ihda turuk tatvir ille fikra mevcudeyne finnas. Karşılaştırmalar neticesinde paragrafta işlenen ana fikir veya yardımcı unsurlara dair çıkarsamalar da bulunur. Karşılaştırma metinde somutlaştırmayı sağlayan bir yoldur. Altın taşa göre ele alınan kavramı diğer kavramlarla karşılaştırarak okur tarafından onun belirgin özelliklerinin daha iyi anlaşılmasını sağlamak için karşılaştırmadan yararlanılmaktadır. Taban ve hatta inna nuddah el fikre ve nassilha bşekil cidden absat ve nefsi ve etni da'amha aktar. Akid ihla turuk hay hiye
المقارنة. يعني إحنا نقدر إن نحط مثلا عنا أشياء بدنا نحاول إن نثبت إيش خصائصهم أو إيش سلبياتهم وإيجابياتهم، فبالتالي أكيد حنقارن بيناتهم لحتى نثبت وجهة نظرنا في هذا الموضوع. أيضا هم بحكي لنا كاشلاشتما جملة لركورولور كان جنالك ضها قدر أم جيبي قياس بندران كلمة لركولانولور، يعني أكيد حنستخدم كلمات فيها قياس، كلمة أكثر أو بهذا القدر، أو مثلا كلمة إن يعني هي مقارنة، مش هي بتكون زي تفضيل، يعني بالنهاية تفضيل إشارة ثانية، فبنحكي نستخدم كلمة إن. هاي هي كلمات تفيد المقايسة أو المقارنة. شهيرلerin en güzeli İstanbul, çay kadar kahveyi de severim mesela, yani her cümle. Karşılaştırmada bildiren fazla amaç güdülebilir. Bu karşılaştırmalar benzerlik, farklılık veya derecelendirme durumlara göre yapılabilir. Yani hem mümkün istihdamı hatta nüvdah التشابه أو الفروقات نوضح أيضا الفروقات أو ممكن إن نعمل derecelendirme yani إنه يكون في درجات بيناتهم. Karşılaştırma yapılırken konunun veya fikrinin ortaya konan bilginlerin zihinlerinde kalıcı olmasına ve uzun süreli etkiler sağlanmasına katkılar olur. Akid yani راح تكون من إحدى أيضا أهمية استخدام الكاشلاشتما أو المقارنة إنها تكون واضحة أكثر في ذهن المتلقي. هلأ في عنا بنزلكلاردن فايدالارنا أو إن فاكلكلاردن فايدالارنا كمان راح نجيلها، وهي إحدى طرق الكاشلاشتما. هلأ راح نشوف كيف جاي. إشلنان كونالار فاردكلار ويا كابرملار arasındaki benzerlikler farklı açılardan ortaya konarak genişletilir. Düşünceler belirginleştirilir. İddialar ispata çalışılır. Benzerlikler olumlu yönlerden işlenen konuya katkılar sağlar. Yaşanmış veya yaşanması mümkün olan olayların okuyucuya haz verecek şekilde anlatıldığı kısa edebi yazılara hikaye öykü denir. Roman ise insanlarda insanların serüvenlerini, iç dünyalarını, bir olayı insan ilişkilerini yansıtmayı amaçlayan düz yazı türünün adıdır. Mesela herdeki misalle benzerlikler avliye الاستفادة من الأشياء المتشابهة. يعني هون أعطانا كمثال عمال بقارن بين الحكاية وبين الرواية، فاستفاد فيها من إيش؟ من الشكل تبع شكل النظم إيش ماله؟ نسل. فإذا هما التنين نسل، ولكن بلش يحكي لنا كيف إنه الحكاية تختلف عن الرواية بالاستفادة عن طريق إيش؟ إنه هما التنين أصلا من أساليب النسل المعروفة، وإنه هما التنين هون بحكي لنا إن واحدة فيهم بتكون أقصر والثاني أطول، ولكن إيش المشترك بيناتهم؟ إنهم الاثنين نسل. إذا هيك هاي هذا إحدى الأمثلة. جنان إكيتور بيربيرينا شو كارشلا كارشترلر bunun nedeni şöyle açıklanabilir. İki yazı türünde de yer ve zamanın belli olduğu bir olay anlatılır. Yaşanmış ya da yaşanması mümkün olaylar iki türün konusunu oluşturur. Edebiyatın sunduğu imkanlardan hareketle olaylar okura sunulur. Hadi mesela هو عماله بيكمل لنا المثال بحكي لنا عن الفرق بيناتهم، وبحكي لنا انه اكيد هلا لما حكينا انه القصه اقصر فبالتالي حيكون الزمان والمكان تبعها محدود اكثر وبنفس الوقت واضح اكثر. طبعا الاثنين مثلا هون بحكي لنا انه التشابه ايضا نقطه مهمه، التشابه بيناتهم الاحداث الموجوده حتكون موجوده في الاثنين يعني اكيد، ولكن أكيد في واحدة حتكون أوسع من الثانية. هاي إحدى الفرق للقدار اللي هلأ راح نيجيلها. فبالتالي هيك بيكون استفادة من الأشياء المتشابهة بين عنصرين معينين بدنا نقارن بيناتهم. هلأ فرق للقدار ده فايدة لنا، يعني استفادة من الفوارق بين أشياء معينين بدنا نقارن بيناتهم. بنزلكلار ده olduğu gibi فرق للقدارın ortaya konmasında da konunun biraz bariz bir şekilde ortaya çıkarılmasına çalışılır. Nesne ve kavramlar arasındaki farklılıklar üzerinden ileri sürülen fikirler karşılaştırma yoluyla daha anlaşılır hale getirilir. Benzerlik ve farklılıklara odaklanan karşılaştırmaların yanı sıra üstünlük ve noksanlıkların kullanıldığı karşılaştırmalar da bulunmaktadır. Karşılaştırmanın bu türde de etkili bir konu işleyişi gözetilmektedir. طبعا هون بحاول يوضح لنا كيف بيكون الفرق بين التشابه وبين الفروقات. اكيد هنا بنترك التشابهات على جنب، بنركز على الفروقات هون. فبنقدر اضافنا كاشراشتما يعني مقارنه بتركز على الفوارق بين اشياء معينه.
derecelendirme sıfatları ve zarfları kullanılarak yapılan bu tür karşılaştırmalar da farklı bir konu işleme yönetimi yöntemi olarak düşünce ve belirgin paragrafta işlenmesini ve geliştirilmesini sağlar. Yani hani taban bir antarık taban tavdih fikre mevcude bir الفوارق هاي بيناتهم عن طريق طبعا استفادة من الفوارق زي ما حكينا يعني المقارنة عن طريق الفوارق بتخلي أيضا الفكرة واضحة أكثر وبتخليها أقوى. قبل ما ننطلق للعطف بحب إنه ننطلق أول إشي لفاصل قصير لحتى نغير جو المحاضرة ونرجع لكم. الفاصل بحكي لنا ليكن غرضك من القراءة اكتساب قريحة مستقلة وفكر واسع وملكة تقوى على الابتكار، فكل كتاب يرمي إلى إحدى هذه الثلاث فاقرأه. طبعا هذا اقتباس لمصطفى صادق الرافعي، أكيد غني عن التعريف، اقتباساته رائعة جدا، وهاي إحدى الاقتباسات اللي أعجبتني وبصراحة حقيقية جدا وواقعية. أتمنى أنه تكون شوي عم بتغير أجواء الدرس. الآن عودة إلى درسنا وعودة إلى موضوع العطف. يحكينا هنا أطفلار. هذا أطفلار gerek bilimsel metinlerde üretilen yeni bilgiler gerekse geliştirilen yeni fikirlerin işlenmesinde ve serdedilmesinde gerekli bir yöntemdir. Yani لما إحنا نحكي موضوع معين فلما يجي العطف، العطف دوره أنه يربط هاي الموضوعات كلها وراء بعض. مثلا لما يكون في كلمات وراء بعض كثيرة تابعة لنفس الموضوع، فإذا هون بيكون في عندنا استخدام للعطف. أكيد alanda daha önce ortaya konmuş çalışmalardan yeni araştırmalarda yol gösterici veya ulaşılan bilgi ve neticeleri destekleyici unsurlar olarak faydalanılabilir. Yani mesela bir hatkun موضوعات موجودة قبل في هذا المجال، في مجال معين يعني، فإحنا بدنا نحط هاي الموضوعات كلها بالترتيب، فإحنا حنستخدم العطف، وهون أكيد حيكون من الأشياء اللي حتدعم النص بشكل كتير كبير ويتم الاستفادة منه يعني بشكل جدا فعال. أطفلار işlenen konuyu daha sağlam zeminde geliştirmeye yarar. İleri sürülen fikirler ve iddiaların kuvvetle savunulmasına yardımcı olur. Atıflar müstakil fikirler ve araştırmaların dayanığı olarak kullanılabildikleri gibi var olan düşünce ve bilgilere itiraz mahiyetinde geliştirilen yeni bilgi ve düşüncelere ulaşmak için de kullanılabilir. Yani هو ممكن انه زي ما هو عم نستخدمه لحتى ندعم فكرتنا، ايضا ممكن استخدامه لحتى نطور هاي الفكره اكثر ونضيف حتى فكره جديده. اكيد هذا باختصار هو العطف زي ما حكينا. تانيك يسترمي، هلأ هون في فرق طبعا. تانيك يسترمي هلأ رح نشوف ايش معناه بالتحديد. هو طبعا معناه الحرفي اللي هو اظهار مفهوم او بهاي الطريقة يعني. باراجرافتا işlenen konunun durumuna göre yaşananlara veya araştırma sonuçlarının belirginleşmesinde geliştirilen fikirlerin dayandığı somut olaylara tanıklık edecek kişi veya bilgilerin zikredilmesidir. Yani inne يكون الموضوع اللي احنا عم نحكي عنه بحاجه الى دعم. طبعا من احدى هاي طرق الدعم تبعته اكيد تانكيسترن. تانكيسترن هو انه نستخدم شخص معين في هذا المجال فنحكي عنه، فهيك احنا نكون اعطينا مثال بنفس الوقت هذا المثال تانك. ليش تانك؟ لانه هذا الشخص بيكون معروف في هذا المجال. فاذا هون بحكي لنا مثلا صنعت بلم ادم ديشن بيسه kişilerin sözleri paragrafta işlenen konuyu koşut olarak zikredilir. Yani inne يكون مثلا نستخدم كلمة معينة لشخص مشهور فهذا بسموه tanık gösterme. Tanık göstermede meşhur kişilerin sözleri kullanılabildiği gibi atasözleri de duruma göre ortaya konan görüşleri doğrulama veya ispat etme durumunda tanık olarak kullanılabilir. İzen huve aydan بيكون لحتى نسبة رأي معين موجود أو لحتى أيضا نحكينا أتسوس دار. كمان ممكن نستخدم أمثلة معينة زي حكم شعبية أو ما إلى ذلك. هاي الأمور كلها بتدعم أكيد النص. طنق يسترنا دورت أشمدا جاجيك نشر يتم الوصول لإله عن طريق أربع خطوات إلى رسول لهم دشنجة ويا جرشون كانت لامسة. يعني أول واحدة إنه الفكرة الموجودة عندنا وكيف إنها ندعمها. بنفس بحكي لنا هون أيضا بشنجة ويا جيروشن تشزمنا النساء. يعني أول إشي إحنا بدنا نفكر كيف حندعمها. ثاني إشي رح نشوف هون كيف بده يتم حلها، يعني لازم إننا نلاقي لها حل.
ثالث إيش بالدشنجي ويا جروش بيستكلين قانون düzenlenmesi. يعني إيش الأشياء اللي راح تدعم هاي الفكرة، لازم ننظمها أيضا ونعرف إيش الإشي اللي حيدعم هاي الفكرة. مش كل الطرق راح تقدر إنها تدعم هاي الفكرة أكيد، فإحنا بنستفيد على الأقل من إحدى هاي الطرق. bunlardan elde edilen sonucun özetlenmesidir. Yani هاي الأمور اللي هي الأسئلة اللي طرحناها، إنه كيف بنقدر ندعم الفكرة، إيش الطرق اللي بنقدر إنا ندعم فيها أو نختار إيش الطريقة، وبنفس الوقت إيش الحل لهاي الفكرة. فبالتالي هون نلخص هاي الأمور، وهيك بتكون عنا أربع مراحل زي ما إحنا ذكرنا. sıralanan aşamaların gerçekleşmesinde farklı kaynaklardan yararlanılır. Faydalanılan kaynaklar ya da yazının içerisinde dipnot olarak ya da yazının sonunda kaynakça bölümünde okura sunulur. Yani احنا ممكن ان نوضح هذا كله في المصادر. الان راح ننطلق للالانطلمه. الانطلمه اللي هي الاقتباس. بشكل مختصر الانطلمه لده farklı bir atıf türü olarak paragrafta işlenen konunun pekiştiricisi olarak kullanılır. Yani tabii لحتى ان ندعم موضوعنا بشكل كثير واضح، فهو ايضا من احدى طرق العطف زي ما ذكرنا سابقا. هو ايضا الاقتباس هون موجود عندنا. paragrafta işlenen konuyla benzer sonuçlara ulaşmış veya sonuçlardan hareketle yeni fikirlere ve görüşlere ulaşmaya yardımcı olarak çalışmalardan doğrudan alıntılar yapılır. Bu tür atıflar ulaşılacak bilginin veya düşüncenin zengin dayanaklara sahip olmasını sağlayacaktır. Yani tabii لما يكون في عندنا فكرة الاقتباس فهي هيك حتطور عندنا النص، وبالتالي حتخليه فعلا غني وثري بالفكرة الموجودة فيه. عندنا هون بنزتمة أو اللي هو استفادة من التشبيه. بنزتمة المعروف طبعا إنها تشبيه، أو اللي هي يعني يكون في عندنا استخدام شوي للميتافور اللي هو المجازات والأشياء الموجودة عندنا. هلا هون التشبيه إحدى هاي المجازات. بنزتمنر شير ده çok sık kullanılan söz sanatlarındandır. هو من إحدى الصنعة تبعت الكلمة، يعني صنعة الكلمة هي التشبيه أيضا، ومن إحدى هاي الصناعات الثانية اللي هي المجاز، الاستعارة، الكناية، هاي الأمور كلها söz sanatlar. Paragrafta düşünceyi geliştirme yöntemi olarak da yaygın olarak kullanılan benzetme, duygu, bilgi ve fikirlerin olumlu ve olumsuz yönlerden işlenmesine, geliştirilmesine yardımcı olur. Taban bu ve teşbihi istihdamla tavduh şuur muayyen, la isal fikre muayyene, او معلومه معينه حتى بطريقه شوي هيك ادبيه. او بهاي بحكي لنا طبعا ايضا ممكن يوصل فكره سلبيه او ايجابيه حتى عن هاي الفكره اللي احنا بدنا نطرحها بالنص المعين. benzetmelerde yaygın olarak gibi, sanki, benzer, benzeri, benziyor, andırıyor. يعني هاي الكلمات اللي بيستخدموها اثناء التشبيه. كلمه gibi معروف اكيد، sanki, benzer، هاي كلها كلمات مستخدمه. Yapıları kullanmak mümkündür. Benzetme anlamı güçlendirir, anlatımı zenginleştirir. Kurumsal düzeydeki tartışmaların somut örneklendirmelerle anlaşılır olmasını sağlar. Paragrafın içinde genelde cümle düzeyinde kendine yer yer bulan benzetme anlatıma güç katar. Benzetme konunun durumuna güdülen hedefe göre olumlu veya olumsuz yönlerden olabilir. Yani هون طبعا بحكي لنا كيف انه بيخلي النص غني اكثر، بيخلي شويه الكورجو تبعه او الانشاء تبعه شوي اقوى. طبعا اكيد لما نستفيد من احدى الصناعات تبعت الكلمات، وبنفس الوقت الهدف تبعه انه يوضح الجوانب الايجابيه او السلبيه للموضوع تبعنا. رح ننتقل الان لصيصار دلاردن يرالانا، يعني ان نستفيد من ارقام معينه في الدراسة اللي إحنا عم نعملها أو الموضوع اللي إحنا عم نشتغل عليه. نتندا اللي هي طبعاً من هاي الأشياء بتكون على شكل جدول أو ممكن تكون على شكل رسمة بيانية. نتندا إشلنام كونونون أيقون ومصر درمون ده سيلار ده استقلامش إفادلر. Paragrafta serdedilen görüşlerin, anlatılmak istenen düşüncelerin veya üretilen bilginin daha güçlü olmasına imkan verir. Akib taban hadde kavviha. O sayısal veriler bir takım istatistiklere dayandığı gibi kesin rakamlarla tespit edilmiş sayısal değerler veya araştırma, anket gibi çalışmalardan elde edilmiş belgeler de olabilir. Yani akibmiş bes bu daru enhet kul mücerad arkam ve lakin mümkün enhet istened ala
استبيانات سابقة، بحكي إنها أنكت قبل تشالشمالر، يعني الأنكت معناه استبيان، فإحنا ممكن نستفيد من أرقام موجودة في استبيانات سابقة حول الموضوع اللي إحنا بدنا نتحدث عنه. صيصان ذلن كلنا من دشون جلن صبون المصن دا إدعالن إثباتن دا إقناع دج أنصر olarak paragraftayları sürülen görüşlere sağlanan dayanıkla teşkil eder. طبعا هي أكيد قطعية وحازمة أكثر من بقية العناصر الأخرى اللي بتقوي الفكرة. وبحكي لنا أيضا ضهائنا الدرجي فهذا لنزم اللي أرشتره، يعني بتخلي عنا الأرضية ثابتة أكثر ومقنعة أكثر. يظن بشنجلرين السيصان بالله لبستكلمس أكو كارشسن ده güvenilirliğini artırır. Yani بخلي القارئ مقتنع أكثر وواثق أكثر بالكاتب. بنفس الوقت كان güvenilir bir kişi veya kurum olan sayısal veriler anlatımda düşünceyi inandırıcı kılmanın önemli bir yoludur. Yani أكيد لازم تستند الدراسات هاي على شيء حقيقي وواقعي فعلا وموثوق، يعني مصدر يكون أكيد موثوق مش أي كلام. بدشنجي geliştirme yolu genellikle istatistik verileri dayandığından bilgilendirici metinlerde kullanılır. طبعا بيكون بغاية إيصال معلومة معينة وثابتة. نيجي لآخر نقطة معنا وهي سورو سورما. طبعا إحدى هاي الطرق المعروفة عنا سورو سورما، يعني إنه يسأل سؤال بداخل النص لحتى يوصل القارئ الفكرة بشكل أقرب، يعني مثلا يطرح سؤال يثير فضول القارئ. خلينا هنا نقرأها على السركة ونفهمنا الفكرة الرئيسية. المفروض إنه إحنا طريقتنا في الدراسة تكون أصلا فهم الفكرة الرئيسية من السلايد، بالتالي هيك لما نيجي نقرأ السلايد مرة واحدة أو مرتين حتكون كافية أصلا لحتى نحط الفكرة ببالنا ونصيغها بعدين براحتنا. paragraph oluşturulurken yazar bazen bir takım sorular sorma ihtiyacı hisseder. طبعا أكيد الكاتب بيحتاج إنه يسأل أسئلة معينة خلال كتابة النص تبعه. متنده إشلنان كونوا يجري farklı soru tarzlarıyla karşılaşmak mümkündür. أكيد لازم إنه يكون في زي ما نقول أنواع مختلفة من الأسئلة. soru sorma yazarın düşüncesine yön verdiği gibi okurun işlenen konuya daha fazla alaka göstermesini sağlar. soru sorma paragraf oluşturmada farklı şekillerde kullanılabilir. Yazar metinde işleyeceğini, konunun merhale nasıl gelişeceğini, geliş paragraflarında sorulacak bir takım sorularla gösterilebilir. Tamam, يكون في أسئلة خاصة بفقرة المقدمة، فقرة العرض، كمان أسئلة مختلفة. بالخاتمة أيضا يكون لها أسئلة مختلفة أو شكل مختلف من الأسئلة. böyle bir paragraf yazı boyunca işlenecek düşüncelerin yoğunlaştırıldığı bölüm olacaktır. لأنه هيك بالآخر لما نوصل لعند العرض فحيكون إحنا أوكي طرحنا أسئلة أثرنا فيها فضول القارئ، وصلنا الآن للعرض فبدنا نوضح هاي الأسئلة بالإجابات تبعتها. أكيد متن boyunca paragraftaki soruları değişik şekillerde görüşler açıklanarak farklı cevaplar verilir ve yazarın muradı gerçekleşir. طبعا هذا فقرة العرض بيكون عندنا إرضاء للفضول أو إشباع لفضول القارئ بأنه أوكي أعطانا جواب بفقرة العرض. başka bir soru sorma tarzı var olan bir takım düşünce, görüş veya kabullerin yanlışlığına, geçersizliğine veya noksanlığına dönük olabilir. يعني طبعا لما يكون في كتير تنويع في طريقة الأسئلة فهيك حيصير في مجال للنقصان أكثر في المعلومات، فعشان هيك لازم برضو ما يعني أو يكون ممكن يكون في أخطاء حتى تصير في الإجابة، فعشان هيك لازم ما يكون في كتير يعني تنويع في الأسئلة، ولكن بقدر معقول. يعني cevapları sorunun içinde olacak şekilde olduğundan herhangi bir cevap beklenmedi anlaşılır. soruyu soran hedef kitle üzerinde mevcut görüş, düşünce veya kabuller hakkında bir takım sarsıntılar oluşturur ve oluşacak zeminde kendi düşüncelerini açıklar. طبعا هاي هون عمال بيختم بيحكي لنا انه لازم يكون السؤال هذا عم يستهدف فعلا الكتلة اللي احنا بنوجه لها الرسالة تبعتنا او بنوجه لها الفكرة الموجودة في النص، فبالتالي ما لازم يكون اشي واضح وجوابه متوقع ومفهوم. اكيد هيك إن شاء الله تعالى رح نكون أنهينا درسنا لهذا اليوم. بتمنى إنه تكونوا استفدتوا واستمتعتوا. بتمنى لكم التوفيق. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.